مشاهدينا أهلا بكم. توسعت رقعة أعمال العنف بين أنصار مرجعيات شيعية مختلفة من بابل إلى شمال محافظة ذقار وصولا إلى البصرة وكربلاء، حيث تم إحراق مكتب رجل الدين محمود الحسني بالتزامن مع محاولة لتفجير مدرسة تابعة للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، مسبقة بذلك خطبة لمقلدي المرجع الصرخي حيث يدعو إلى هدم قبور الأولياء والأئمة في عموم العراق، وهو أمر قسم العراقيين إلى شطرين. الأول من أتباع الصرخي تظاهر احتجاجا على عمليات طاولت مكاتبه في عدد من المدن الشيعية، ورفع المحتجون الذين تجمعوا أمام مقر الحكومة المحلية شعارات تتهم رجال الشرطة بالتواطؤ مع المهاجمين، في حين أخذ الشطر الثاني من المتظاهرين على عاتقه الاحتجاجات لغلق كل مقرات الصرخي. إذا لم تكن التظاهرات الثانية بعيدة عن الاستغلال السياسي بالنسبة لرفاق الإطار التنسيقي، على اعتبار أن الأخير يحاول إثبات نفسه في كل مناسبة ومشكلة. هذه التطورات دفعت زعيم التيار الصدري إلى توجيه رسالة عاجلة كتبت بخط يده، وطلب فيها ممن ينتمون بالتقليد إلى الصرخي بالكف عن إدخال ما أسماها زعيم الحنانة بالعقائد المنحرفة إلى المذهب الجعفري، وما هي إلا ساعات من رسالة الصدر حتى تحرك جهاز الأمن الوطني بناء على مذكرة قضائية ألقت القبض على ما يعرف بخطباء وأئمة مساجد الصرخي في غالبية المحافظات الشيعية. هذا التحرك فتح الباب أمام أزمة جديدة اسمها المرجعية الشيعية، التي دخلت في نفق أزمة الاستغلال السياسي، خصوصا وأن هناك أطراف كالإطار التنسيقي والفصائل لا يجدون غير السلاح والحرق والتطاول على المؤسسات الدينية لإثبات وجودهم وثقلهم في الشارع وفق منطق القوة والترهيب.